لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور على أونلاين. وبداية، ما دلالة ومؤشرات المشاركة المصرية في قمة البريكس؟ يعني تعلمي المشاركة المصرية طبعا تم توجيهها من قبل الدولة المستضيفة لأعمال القمة وهي الصين. هناك حرص طبعا بطبيعة الحال من الصينيين على تواجد اقتصاديات متصاعدة أو صاعدة قوة أو ناشئة بصورة أو بأخرى، بتتوفر لها معطيات كثيرة في مداخل المشروعات الاقتصادية وفرص الاستثمار الواعدة وغيره. لكن ربما يكون هناك نقطة مهمة أو يجب الإشارة إليها، أنهم يفكرون في ما يعرف باسم البريكس بلس أو زيادة أو توسيع هذا التجمع ليشمل دول وكيانات أخرى. من الواضح أن هناك حرص على هذا، ربما هذا سيطرح على هامش هذه اللقاءات التي تتم في الصين. هناك أيضا بطبيعة الحال ارتباطات مع التنظيمات والتجمعات الاقتصادية والمالية والبنكية الموجودة في جنوب شرق آسيا، فأعتقد هناك فرصة واعدة في هذا. تعلمي أنه مصر يعني صدر قانون الاستثمار ولائحة التنفيذية على وشك الصدور، فبالتالي هناك فرصة كبيرة لمصر لتقديم أوراق اعتماد جديدة لفرص الاقتصاد في مصر. الصين طبعا مشاركين في منطقة إقليم قناة السويس ولهم مشروعات كثيرة في شمال الخليج وفي المناطق الصناعية، كانت لهم بعض الشكاوى في التعامل مع بعض المؤسسات البيروقراطية، وبعضهم طبعا في زيارات الرئيس طبعا كان وجه بعض الانتقادات. هم حريصين على التواصل مع مصر. أعتقد صدور قانون الاستثمار المصري هيفتح آفاق كبيرة قوي أمام مصر في الفترة المقبلة، وهتبقى فرصة جيدة للسيد الرئيس أنه يعرض ده في القمة. وطبعا حضور مصر في حد ذاته مهم قوي، لأنه مصر لا تمثل نفسها كما تعلمي، مصر تمثل أيضا عضو غير دائم في مجلس الأمن، ففي فرصة أيضا ذهبية لتحرك مصر في الفترة المقبلة اعتمادا على حضورها في الإقليم وخارجه في هذا التوقيت. ما الذي ينبغي على مصر أن تتعامل معه أو أن تطور منه، مثلا فيما يتعلق بتشريعات الاقتصادية، فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، فيما يتعلق بالمناخ الاقتصادي دكتور طارق بصفة عامة، لكي تستثمر وجودها في البريكس وتستثمر هذه اللقاءات وتفعل من الاتفاقيات مثلا وتفعل من التعاون الاقتصادي بين مصر ودول البريكس؟ ما الذي ينبغي أن تكون عليه مصر الآن لكي تكون حاضرة وبقوة في هذا التجمع؟ يعني تعلمي جيدا أنه تقييم أوراق اعتماد مصر اقتصاديا ليس تجاه البريكس فقط، ولكن تجاه التجمعات الاقتصادية المختلفة. اليوم مصر بتقدم يعني نفسها لكثير من التجمعات الاقتصادية في أفريقيا، حيث الظهير المباشر لنا. وتعلمي أن السيد الرئيس أيضا زار عدد من الدول الإفريقية في تجمعات اقتصادية، إحنا طبعا بنقيم علاقات معها في شرق وغرب إفريقيا بانتمائنا طبعا لهذا الظهير الاستراتيجي لمصر. لكن انفتحنا في مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا وخارجها، طبعا بيدينا فرصة جيدة. نحتاج نحن فقط إلى جدول أعمال اقتصادي وإرادة اقتصادية مباشرة، وطبعا عبور المرحلة السابقة طبعا، لأنه صدور قانون الاستثمار هذه مرحلة حاسمة وجيدة، لأن أنت بتدي فرصة جيدة لرجال الأعمال والقدرة طبعا الشركات الدولية ومتعددة جدا تعمل في مساحات معينة. الرئيس بنفسه منح رسائل تطمينات وضمانات لعدد من كبار رجال الأعمال في العالم. زياراته كانت في آسيا خصوصا بعد اتباع استراتيجية الاتجاه إلى الشرق، كانت يعني شيء مهم جدا. الرئيس جالس عدد كبير قوي من رؤساء مجالس إدارات الشركات ووجه المؤسسات والأجهزة الرسمية في مصر بضرورة الانفتاح على الخبرات والخبرات الناجحة في هذه الدول وإمكانية الاستفادة منها في تطوير الموانئ المصرية في تحديث البنية الأساسية. هناك شروط طبعا زي ما حضرتك أشرت وتكرمتي، لابد للدولة المصرية بأجهزتها ومؤسستها القيام بها في هذا التوقيت. طبعا
زي ما قلت لإعادة تقديم نفسها، احنا عندنا إمكانيات هائلة للأمانة نستطيع أن ننطلق منها، عندنا إمكانيات اليوم مرتبطة بالبنية الأساسية، هناك فرص واعدة جيدا بنعملها، وأعتقد أن فرصة جيدة أن احنا نقدم أنفسنا. نعم دكتور طارق شكرا جزيلا على هذه المداخلة الكريمة، دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.